work are misdirected to supply the living. يبقى معايا عنده بروسيس بس الضغط ساعة ما يجي ينضج أو الحركة تجيله كده تلاقيه بيجي براحة. بيسموها ماركوس جان فينومينا. ماركوس جان فينومينا. احنا لو قلنا دلوقتي ده الاخر اللي فات طبعا عندي دلوقتي دي العين كده مريضة تمام؟ حطيت النور فيها بعد فاش عندي شفاء Thank you.
الاثنين apparently صح. ليه؟ apparently عشان لو حط فيها النور الدنيا توسع يبقى السكه دي مقطوعه، وفي نفس الوقت لو حط النور السليمه دي ما بتقفلش يبقى فيها ايفرنس. تمام؟ يبقى الوسطانيه فيها ايفرنس في اليمين ايفرنس في الشمال، التحتانيه فيها ايفرنس في اليمين. يعني انت بس عندك اتروفي وانا هحط لك اتروفي 10 اصابع يعني. كويس؟ ده هيبقى الريسبونس بتاعك كده. لو ايه؟ يمين ولا شمال؟ شمال. كويس. العين حاسس المحشور بجيب النور فيها توسع. توسع ليه؟ هي كده. تمام؟ لو هو بيفتح كويس هيجي النور كده موصله وقافل. ده كده انا حاسس مقطوع. كده مقطوع. ما وصلش ما وسعش. كويس؟ ده فيها قفل. الحاجه الثانيه اللي بعملها في الريكشن في جوجل او في الريكشن اللي هو النير ريكشن. حاجه تبقى اللي بتفكر عمال الريكشن سايز وشيب وكواليتي ورياكشن. ورياكشن بشوف تو لايت دايركت اند بروفيشنال اند تو نير. النير رياكشن او نير ريسبونس بالنسبه للجوجل برضه هنتكلم على الاستيميلس والريسبتورز والسيستم. الاستيميلس هنا is the blurred image. انا بخصص بعيد ريلاكسنج اكوموديشن او اعمل كده وتروح حاجه قدام. لكن مش هتبقى بلاد لان البطيخه السيستم مش فوق بتاع الراي. فالستيمس مش لايت ستيمس هنا is the blurred image. اتنين ريسبتورز هي هي عباره عن خط ريسبتور في روزا كونز الافريكس عشان مع بعض زي ما احنا اكسس وبايبولر سيلز اكسس وبايبولر سيلز اللي بيكون بالاوبتيك نيرف والاوبتيك نيرف للحياه أكثر الكسيشن في الليزر فايبر في كفر فايبر في قطر سي ساي في قطر في تراكس. بس هنا الفيجوال فايبرز أو النير رياكشن ماشي مع النجم فماشي مع سكة فيجوال فايبرز. بخش على لفل السبريد باي على قطر الرياكشن على الريسبتر هيوصل في سكة الكوكس فايبرز اللي باص في الفرنت تايب اي جي في الموتور اي then directly from the front of the head directly down the deep brain the head of the cerebellum. فانا عندي حاجتين تكتب وصل لدي الى الاستنس فايبرز العرض جايه من التكه اللي بس فايبرز الطول من فوق جايه من الفرونت اوف هاي فيت. كويس. السكه بعد كده بعد ما وصلت الاداء جاي من نفس اتجاه ماشي بقى الفيجا نيرف مع بوبي بول نيرف السيريال جاي من الشورت سيريال نيرف وتخش على الفاكتور اللي هو السنتر كابيلي السيريال ماسل على شفت الكونستركشن. كويس. يبقى عندي هنا السكتين بتاعت الكابيلي لايت اكشن والكابيلي نير اكشن ماشيين زي بعض بالظبط بيسيبوا بعض في حتتين اللي هما ايه؟ اللي هما الكابيلي لايت اكشن اللي بتسيب فيها الاوبتيك تراكت وتخش على الكريتاكتا ليبلس وممكن تكتب ليبلس تانية لو الحته دي قصادها ان التاني يكمل السيستم كورتكس يطلع فوق الفرنتال ينزل تحت دايركت. اذا يبقى في ممكن في ليجن يفرق في الاثنين. يعني مش شرط عشان كده احنا بنعمل اكزاميشن للبيبير اكشن تو لايت اند نير. ليه؟ لان السكتين مختلفين لو سكتين نفس السكه طبعا معاك اكزاميشن واحد وخلاص. ليه؟ لان في لوكيشن ممكن يتاثر واحد فيهم والتاني ما يتاثرش. يبقى في لوكيشن ممكن البيبير رايت اكشن يبقى افكتد وايد دليل الاكشن في التاني. الحته دي فين؟ الحته فين اللي ممكن اللايت اكشن افكتد لكن البيبير اكشن يبقى كويس؟ ثاني حته حته الفريتاكتا ليبس. يبقى لو في ليجن في الفريتاكتا ليبس يبقى يكون برودوس افكت in the pupillary light reaction with no effect on the pupillary near reaction. والإجابة الشديد خالص حاجة يسموها أرجاي روبسون بيوتو سيفلس هي اللي بتأثر في الحتة دي. ممكن بقى دي ما يديك الديزيز أو الكوليف أو الكوليف أو الوتابر بس قصدي لو في ليجن في الحتة بتاعت التكتة فيتنس يكون أفكت ده pupillary light reaction and you don't affect the pupillary near reaction. طيب إيه الرياكشن ده هو؟
قلنا احنا منهم هي التوبيلري بلاد ريأكشن. النير ريأكشن ده ثلاث حاجات بتحصل عشان تساعد الواحد يقرا منهم التوبيلري ريأكشن اللي هو الكونستريكشن اوف ذا ريأكشن. الحاجه الثانيه الكونتراكشن اوف ذا سيلياري ماسل اللي هي برضه ماسل سيلياري ماسل الكونتراكشن اوف ذا سيلياري ماسل ويل ليد سيلياري ماسل كده لما هتكونتراكت هتتقبل شويه. السيليا مصر شارك فيها الزونيولز اللي ماسكه في اللينس. السيليا مصر موجوده كده. هي سيرفر. قافله كده. فالدايركت بتاعها حقيقي. فالزونيولز اللي ماسكه في اللينس هتبقى اللي بي ريلاكسيشن اوف ذا زونيولز. وين ذا زونيولز ار ريلاكس كونفكستي اوف ذا لينس ديكريز. اللينس بدل ما هي مشدوده كده لا دي ريحت وعامله كده. فاللينس انكريز كونفكستي leading to increase of the third part, damage to the side. Contraction of the serial muscle will change the third part of the arm. علشان يبتدي يبقى more convex يشوف up. والثالثة اللي بتحصل ان الفرنتال اي فيلد ينزل على الحته لو سميكس وينزل على الكونفرجنس سنتر بتاع الميديا ريكتار. يعمل كونفرجنس. يبقى دي الرياكشن بتتكون ثلاث حاجات عشان كده الكونفكشن كونتراكشن اوف ذا سيريال ماسل اكوميليشن وكونفرجنس. دول الباور سيمباتيك. هذا السيمباتيك بسرعه كده بس حتى عشان نوصل للنقطه الايفكت بتاعه. السيمباتيك سبلايز ذا دايريكت اوف ذا سيمباتيك تطوير كمان على ثلاثه يوم بسرعه وعارفين بس جاي كده. سنترال نيورون كامينج فروم ذا هايبو ثالامس بيعدي البرين سيل بيعدي السيرفايكال سيجمنتس اوف ذا سبايرال كورد لغايه ما يوصل للثوراسيك سيجمنتس واحد. ده سموه سنتر. وبعد البري جانجلوريك فايبرز باص فروم ذا سبايرال كورد ات ذا روت اوف ذا نيك خش على الانفيريو سيرفايكال جانجلو واسند ذا سيرفايكال سيمباثيك تشين من السيرفايكال جانجلو تو ريليت انتو ذا سيبيريو سيرفايكال جانجلو ده جاي من تحت السيبيريو سيرفايكال جانجلو. وبعدين بيطلع بوست جانجلوريك فايبرز از ذا سيمباثيك نكسس around the common carotid artery, integral carotid artery يخش السكال حوالين المستلبك artery يخش الاورنس. ومن التكسس اللي حوالين الاورنس بيطلع two long posterior ciliary nerves. Two long posterior ciliary nerves. وانت تشوف اللي باكو دي ار. كل ده سيمباتيك بيبقوا طالعين من ايه؟ من السيلياري جانجل 10 ل 20 short posterior ciliary nerves. في جانجل بتاعت السيرفايكال وبيطلع من النكسس ريبورتد تو لونج بوستيريور سيلير نيرفز دول هم بس حاجه يخش الجلو تو ريتش ذا دايركت تو بيبي بوستيريور فاونديشن اند تو ريتش ذا مولرز ماسل. في مولرز ماسل مولرز ماسل از ان اوتونوميك ماسل اوريجينيتنج فروم ذا اندر سيرفيس اوف ذا ريليتور اند انسيرتد انتو ذا سوبيريور بوردر اوف ذا ترانسفيرس. Action of Müller's muscle, which is applied to the sympathetic, is to maintain elevation. In other words, the main elevator of the elevator of the peristeres, which is supplied by ocular motor nerve. Amen? Elevator of the peristeres is a striated muscle. They have it as a biceps or triceps or gastrocnemius. This is a striated muscle that gets fatigued. So, when you have a kid, you have to but what maintains elevation? انك تفضل مفتوحه كده المولرز ماسل because autonomic muscles do not get fatigued. ما بيحصلهمش فتيج فمش حاجه لو هو اللي ديتور بس هيبقى مع الوقت هتلاقيها جد. عشان كده في الحالات بتاعت المايستينيا لما في مشكله في الليفيتور بتبتدي يحصل دوزز في الاول يبقى مش كويس وبعدين تبتدي تنزل كويس. فهنا حتى لما بتبتدي يحصل دوزز تراسل بس يبقى الدوزز الامامته بتاعته قليله 1 to 2 millimeters. ليه؟ لأن هي maintains elevation it's not the main elevator of the arm. لكن لو حصل effect في elevator أو في الأوكي موتور نيرف بتبوظ ممكن تبقى أغلى خالص. ليه؟ لأن هي دي main elevator of the arm. تمام؟ الفكرة إن أي ليجن في أي حتة من الفاينل كورد في الروت أوف ذا نك فاكوس تيومر أوف ذا لانج ديسكشن في الكاروت الأرضي سيرجري على منطقة النك ديت أو موجود will produce defect in the sympathetic.
defects in the synthetic or in the synthetic result in Horner syndrome. Horner syndrome is a piece of that, right? You know, doses, myoses, hydroses. The Horner syndrome, now can you see myoses? Myoses stay, the end dilator is not functioning. Synthetic supply dilator is not functioning. In fact, it's fixed at lower and overriding. دايلتيشن لاج يعني ايه دايلتيشن لاج؟ دايلتيشن لاج يعني انا الواحد ما بيخش في الضلمه يعني انا في النور بقى بخش في الضلمه الفيلم دايلت الفيلم دايلت دوت الايفكت في حاجتين النور راح فالسبكتر بتقوم رايحه النور هو اللي بيقفل السبكتر من الريفلكس النور قل فالسبكتر بتقوم رايحه ويزيد عليها ان دايلت بتقوم مكمله الشمس يبقى دي مش لو في هورنر سندروم دخلنا في الضلمه السبكتر ريح شويه. عندي سلام عبد الله. تعالي تعالي بس. بس ايه؟ توكسكولوجي. اهلا وسهلا فيك. هنا رمضان لسه عايزك.